فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز لي أن أصلي السنة الراتبة للعشاء قبيل أذان الفجر عندما أصلي الوتر؟ يا أخي وش الداعي لهذا؟ إذا صليت العشاء صل بعدها الراتبة لئلا تنساها، ولأن الراتبة مقرونة مع الفريضة قبلها أو بعدها، فلا تؤخرها. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الراتبة بعد الفريضة، ما كان يؤخرها، كان يصليها بعد الفريضة في بيته.